السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في قناة عوضو مارتيل. اليوم فيديو جديد من الجامعة كما كتشوفوا معنا بالإدارات لو سي بي. هي هذه ديال الفوسفات باش نبارطاجيو معكم هنايا هذا المشروع كما كتشوفوا معنا. هذا الملعب هنايا ديال الجامعة، هذه هي فين يكونوا الطلبة، فين يكونوا يسكنوا هنايا، كاين الملاعب وكاين بزاف الحوايج هنايا. ونخليكم معايا غادي ندخلوا لداخل هنايا الاداره ديال لو سي بي اللي هي هادي. نوريها لكم مشاهدينا الكرام، هذا هو الفليكس كما كتشوفوا معنا. ايوا مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في قناه عبدو مارتين. يلا خليكم معايا باش ندخلوا ان شاء الله لداخل باش تشوفوا كدير هاد الفليكس من هنايا. إدارة لو سي بي، إدارة ديال الفوسفات اللي هي هذه. يلا مشاهدينا الكرام خليكم معايا. كما كتشوفوا معنا هذه هي الجامعه الدوليه اللي تاع محمد السادس. كما كتشوفوا معنا حنا كنصوركم من الفوق هذا البرج. كما كتشوفوا معنا تا هو هذا راه بحال شكل البرج، تا هو عالي. كنصور لكم من الفوق شتو. هذه هي الجامعه ديال محمد السادس اللي هي هذه قريب على جنبها الاداره ديال الفوسفات ديال لو سي بي على جنبها. كما كتشوفوا معنا هذه هي الجامعه الدوليه انفاس مع لوطوروت ديال السلة الجديده اللي هي هذه. كما كتشوفوا معنا الاشغال مازال مستمره في هذا الفليكس ديال اداره لو سي بي للفوسفات. انتم هنا لوطوروت شيا. هذه هي الجامعه، شوفوا الجامعه قداش كبيره. ومشاهدينا الكرام مازال غادي يدير اكثر من 80 فيلا هنايا قريبا من هذا المشروع لي سي بي، او قريبا من جامعه محمد السادس. غيكون واحد الفيلا شي 80 فيلا اللي غتكون تقريبا، وفيها شي الخدمه ديال 3 سنين ديال الخدمه على جنب الغابه. وهذه فين يكونوا الطلبه، هنا فين يسكنوا هنايا. هادو بحال البراطم كاينين هنايا كما كتشوفوا معنا. انا كنصوركم من فوق الفليكس. هانتوما هي هادشي، هذا تيركبو فيه الومنيوم خدامين فيه هنايا. مازال الاشغال مستمرة كما كتشوفو معنا. هاد الفليكس مازال مكاملش هانتي، فيه الخدمة بزاف. والله يسهل على الجميع، الله يعاون اي واحد باش ما بغا وفاش ما تمنى داكشي لي في خاطرو او قلبو. الله يسهل على الجميع الناس لي خدامين هنايا. وكانت كومونطات ليا وقال واحد البنت هنا في واحد التعليق قالت لك ما خلصوناش هنايا في هذا المشروع. ما عرفتهاش واش هنايا في هذا الفليكس هذا ولا في الجامعه، ما عرفتش انا بالضبط فين كاينه هذه البنت خدامه. قالت لك شي 3 سنين هي خدامه ما خلصوهاش، ما عرفتش ما منين من الشركه. ما يمكنش 3 شهور ما تخلص، كلشي هنايا كيتخلصوا ودير لي من الوقت كيتخلصوا فيه. كاين اللي داير معاهم الشهر كيدوز بثلاث ايام وكيتخلصوا. كما كتشوفوا معنا مباشره من السلة الجديده
كنتمنى من الله على كانت سمعت هاد البنت هاد الاوديو هذا تحط ليا التحليق ديالها وان شاء الله نجاوبوها. ميمكنش ما تخلص، علاش؟ شنو السبب؟ ما عرفتش. تلت شهور بزاف ما تخلص فيها، ميمكنش. ايوا مشاهدينا الكرام، خليكم معنا في الفيديو ديالنا كيما كتشوفوا معنا مباشرة من الفليكس إدارة الفوسفات اللي هي هادي كيما كتشوفوا معنا. هذا راه داير بحال شكل البرج ثوانية. هانتوما مشاهدينا الكرام، كبير. عرفتي شحال المساحة ديالو؟ كبيرة. عرفتيها باش تصور فيديو هنايا مصيبة، باش تصور من التحت وتصور من الفوق تصور لداخل. هادشي اللي صورت لكم غير شوية، مازال كاين ان شاء الله الجديد، مازال نبقى نحط لكم فيديوهات في هذا المشروع. ايوا مشاهدينا الكرام، الى عجبكم الفيديوهات ديال قناة عبدو مارتيرو وقناتكم نتوما هي اللي كتستافدو منها، تخلو لينا التعليق ديالكم ولي لايك، وما تنساش اللي عجبك الفيديو تابونا وفعل الجرس. وتحياتي للجميع، خليكم معكم، خليكم في هذا الفيديو من الجميع الدورية ديال محمد السادس في إدارة دو سي بي اللي هي هذه اللي كنصوروا منها، وهذه راه هضرنا عليها من قبل هنا في نايكون براطم. وهذه هي الإدارة ديال لو سي بي كما قلناها وعودناها باش كل شيء يكون باين واضح. وهضرنا لكم على حسب هنايا، مازال يكون ان شاء الله وهذا المشروع كبير في 3 سنين ديال الخدمه، في شي 80 فيلا ان شاء الله غادي تكون. شوف كيما كتشوفوا معنا الفورمه دايزه، الخيوطه دايزين، داكشي غادي منضبط وداكشي مزيان، ومسيرين هنايا كلهم تيخدموا كلشي يدير الخدمه ديالو كيما كتشوفوا معنا. هانتوما يا مشاهدينا الكرام، لا كليم، كلشي ناضي هنايا كيما كتشوفوا معنا. الخيوط هانتوما كلشي استراسيون ديال الضو كلو خارج، الكارد كور هانتوما على حسب اللي يعود يطيح شي واحد لشي حاجه، كيدير واحد المسافه زوينه باش ما يطيح شي واحد. كتشوف بلاصه اللي فيها الكارد كور ما خاصك تدوز منها، كاينين بلاصات المراجلين بوحدها. واعر هاد المشروع هذا، والناس اللي خدامين فيه الناس مضابطين داكشي، المسيرين حتى هما ناضين، والناس اللي خدامين حتى هما ليا داير القانون ديالهم، والله يسهل على الجميع. واخوكم عبدو مارتير كبارطاجي ليكم هذا المشروع كما كتشوفوا معنا ديال إدارة لو سي بي اللي هي هادي. وانتم منيا شتو الناس خدامين هنايا، هانتوما هنا هذا هو الملعب، راه صورناه من قبل. دابا قبل ما يصايبوه كان بحال هكا هنايا، وملي صايبوه راك شتو البدايه ديالو فين وصل. اللي ما شافش الفيديوهات ديال هذا المشروع، مازال حاطين بزاف الفيديوهات، يدخل عندي القناه وراه يلقى الفيديوهات ديال هذا المشروع هذا. يلا كان اخوكم عوضو مارتين من هذا المشروع الفليكس الجامعة الدولية ديال محمد السادس، وهذه هي الإدارة ديال لو سي بي ديال الفوسفات. يلا تبارك الله عليكم، كان أخوكم عوضو مارتين من رسالة جديدة، نشوفكم فيديو جديد إن شاء الله. يلا خليكم مع الفيديو.